تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا بخبركم عن أرقام معنا، ولكن قبل ذلك خلونا نرحب بفريق عمل البرنامج. معنا اليوم عيسى سبيل مخرجنا، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف الحري. طبعا نبتدي برنامجنا مع التحية كذلك للدكتورة ندى الملا. صباحك الله بالخير دكتورة. صبحك الله بالخير والنور محمد. بعد ليش ما كملت البرنامج داخل برنامج؟ اوه في واحدة معانا في الاستوديو. والله الساعة المباركة، بالعكس نتشرف بوجودك دكتورة دائما. شكرا، صباحكم الله بالخير، واليوم يوم الخميس الونيس اخر يوم في الاسبوع، ان شاء الله جميعا تكون طاقتنا ايجابية لنهاية الاسبوع. طيب على طاري الطاقة الايجابية عندنا هني رسالة جميلة، وين راحت؟ من بازوكا؟ دائما بازوكا طلعت بنية ترى، ما هي جم سمي عمرها بازوكا. قيل للسعادة متى ستأتين؟ أجابت سآتي حين تعلم كل نفس أنه لن يصيبها إلا ما كتبه الله لها. افتح نافذة قلبك وانتظر السعادة وأحسن ضيافتها. صحيح. طيب خلينا ناخذ دكتورة بس أهم شيء نذكر بالتأمين الصحي، لأنه خلاص ما في وقت، لم يبقى من الزمن إلا أعتقد 8 أيام يمكن. فرابط التأمين الصحي www.ishd.ae، وإن شاء الله تكون كلكم أمنتوا وكلكم صحتوا وضعكم، عشان ما نبقى تاريخ 1/4 حد يقول خالفوني. زي الدكتور احنا ذكرنا بأرقام التواصل ولا لا؟ ما ذكرنا. للاتصال على 600-551-1414 والرسالة النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت هيئة الصحة في دبي DHA_Dubai وأكاونت نور دبي على الانستغرام. عندي واحد من الموظفين دكتورة دائما عنده هاجس البدانة، يخاف يمتن، يعني هو متين أصلا ما بقول اسمه لأن الناس معروفين، بس إنه عنده الهاجس هذا دائما ويشوف نفسه رشيق، لكن يوم يمتن يقول كله منك. كله منك أنت؟ هي. أنت من الله ما تأكل. طيب يقول دراسة طبية تقول إن الإجهاد المستمر على المدى الطويل قد يصيب البدانة. حذرت الدراسة الطبية من أن الأشخاص الذين يعانون من حالات إجهاد مستمرة على المدى الطويل قد يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالبدانة، وذلك وفقا للأبحاث التي أجراها فريق من العلماء في جامعة لندن. الدراسة قامت بقياس مستويات الكورتيزول، هذا الهرمون هو هرمون الإجهاد والتوتر الذي ينظم استجابة الجسم للإجهاد. أظهرت أن التعرض لمستويات أعلى من هرمون الكورتيزول على مدى عدة أشهر مرتبط بصورة كبيرة بزيادة مخاطر الإصابة بالبدانة. هو تشوف محمود، يعني لاحظوا الدراسة تقول تزيد خطر الإصابة، ما قالت أكيد سيصاب بالسمنة. فهذه الناس اللي دواماتهم تكون فيها إجهاد كبير توتر كبير، أنا أشوف محمود الناس اللي دواماتهم مثل هل فيها هالنسبة من التوتر فعلا تزيد عندهم خطر الإصابة بالبدانة. ما أتوقع بس بسبب الإجهاد نفسه، أحس أن الإجهاد يخليهم ما يمارسوا رياضة، أكلهم يكون غير صحي، معظمهم مدخنين، فأحس هذه كلها عوامل تساعد أن يكون أوزانهم أكثر. يقولون صباحكم صحة وسعادة دوم إن شاء الله. دكتور يمكن أنا أشوف أن المسألة هي بالفعل مرتبطة بالعادات الصحية أكثر من الهرمون نفسه، لكن هذه دراسة
كذلك هذه الدراسة يعني قائمة على بحث علمي أكيد صحيح. ما يت بشكل اعتباطي لكن صحيح. عموما الواحد قدر الإمكان يحاول أنه إيش ما يجهد نفسه صح؟ ما يجهد نفسه وأنه يحافظ على نمط حياة صحي قدر الإمكان مع ساعة الدوام الطويلة والتعب والتوتر ما عليه نتكيف. شو تنصحين الواحد يمكن أن يحافظ على هرمون الكورتيزول عنده؟ هو هرمون الكورتيزول يعني يقول أوتوماتيكيا يفرز جسمنا في حالة التوتر والإجهاد ولكن طبعا احنا كلنا معرضين توتر الإجهاد محمود كل شخص في حياتنا نمط حياتنا الحالي مع السواقة في الشارع الزحمة المخالفات ساعات الدوام الطويلة متطلبات الدوام حتى اختلفت الحين في إجهاد توتر ولكن احنا لازم كيف جسمنا انه يتعايش مع التوتر ما نخلي يأثر فينا ترى التوتر يا جماعة حتى ربطوه بالإصابة بارتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم فاحنا ما نبغى تزيد عندنا هالأمراض بسبب ان احنا مو قادرين نتكيف مع هذا التوتر مارسوا يوغا اليوغا ترى الناس اللي ما يقدروا يتحكمون بمستوى التوتر لديهم اليوغا جدا مفيدة أبو صقر يقول تحية معطرة وصبحكم الله بسرور لا ينقطع وصفو لا يتكدر أن تلك الدار حبيب أنت يا أخوي محمود شكرا لك أو شكرا لك مبدعين شكرا أوكي. طيب الرسالة الإيجابية عندنا اليوم على موقع هيئة الصحة بدبي تقول كلنا لدينا نقاط قوة ونقاط ضعف صحيح ركز على تطوير نقاط قوتك لتتميز بها ومن ثم أعمل على تطوير نقاط ضعفك والله صحيح محمود زلات حرفين مصدقنك والله يعني تأكيدا أن هالكلام صحيح أوكي طيب اليوم خميس ونيس عادي اليوم سوالف عادي يوم الخميس سوالف انزين من بين السوالف اللي عندنا دكتورة نحن بدينا بموضوع الإجهاد انزين وكنا نتكلم على الآثار اللي ممكن تترتب على صحة الإنسان عن طريق هذا الإجهاد فشو هي الأمراض اللي ممكن يعني تترتب على الشخص اللي دائما يجهد نفسه يجهد عقله يجهد جسمه يجهد الناس اللي حواليه يجهد الناس اللي حواليه بيك تكره الناس لا الإجهاد والتوتر بشكل عام مرتبطين بالإصابة بكثير من الأمراض ارتفاع ضغط الدم إصابة السكري نوبات القلبية الاكتئاب مرض التوتر نفسه حد يقول أوكي كيف أقدر أتحكم يعني هل في حد ما عنده توتر هذا الإجهاد النفسي الإجهاد البدني دكتور أحيانا واحد ممكن يجد نفسه يلعب صحيح. رياضة بزيادة هي محمود هذا خطر والله احنا نشوف ناس يجون العيادة يقعدون في الجيم 6 ساعات يقول لك أنا بأبني عضل وأنا بأخفف وزني 6 ساعات وهل عندك مدرب لا أنا أروح أمارس الرياضة عشان أحافظ على جسم صحي يا جماعة كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده حتى في الرياضة والإجهاد الجسدي الناس اللي يحسون دائما جسمهم يألمهم دائما يحسون تعباني ما فيهم طاقة السبب الأول قلة النوم السبب الثاني التدخين السبب الثالث زيادة الوزن السبب الرابع عدم القيام بتمارين رياضية والسبب الخامس قلة الحركة أصلا في حياتنا الحالية ما نتحرك وايد في البيت يعني حتى تلاقي في البيت بس بالرموت حتى النيوان شيء يقول خدامة هاتي ما نتحرك ما في هذه الحركة حتى في موضوع يا جماعة الخير الحين بعد الجو زين يعني هذا الموضوع نتكلم عنه ليش الواحد يوم يلف يدور موقف يدور اللي حذال الباب لو يقدر يديش داخل المول بالسيارة بعد كان دخل يعني على الأقل بعض الممارسات اللي ممكن تسويها وقف بعيد انزين صحيح شو عيسى خبرني أنت من النوع اللي عيسى يبقى يديش المول بالسيارة لا 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 عيسى يمشي وايد فالفكرة وين في بعض الأشياء ممكن تسويها لكن صحيح. القهر وين القهر عند السيارة موقف آخر شيء هناك في الباركينج في حالك زين والمواقف فاضية إيك واحد يودر كل الباركات ويوقف حدالك ويشحفك بعد يمكن زين ليش قدوة أسوة بك عموما نحن مستمرين معاكم مستمعين الكرام ما شاء الله الرسائل إيجابية وايد عندنا بقرأ الرسالتين ليونا وما نطلع فاصل من يعيش على الأمل لا يعرف المستحيل الإنسان بدون أمل كالوردة بدون ماء فبدونه قد تموت قد قبل أن تجد من ينقذها صباح الأمل هذه من عواطف وأيضا عندنا
عيسى شوف لنا موضوع الانستغرام مال نور دبي. مال نور دبي فصر زين. املأ قلبك بالحب والأمل واجعله ملونا بألوان الورد واستقبله مع كل إشراقة صباح. ليش الواحد ممكن يرقد 3 ساعات وينش نشيط كأنه نام العمر كله والعكس؟ زين من جاوب على هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام. نحن يعني متواجدين معاكم مستمرين معاكم. أنا ما أبغى أقول شيء على الهواء ترى تعرفين أنا كل شيء أقوله. ليش الواحد ممكن يرقد 3 ساعات كأنه نام العمر كله والعكس؟ هذا السؤال اللي كان قبل الفاصل دكتورة ذد الملة. لكن قبل ذلك خلونا نذكر بأرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4-0-0-6-6. وأيضا متواجدين معاكم فقط على حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai. لا تعصب على نور دبي ما عليه. لأن الصراحة يعني كل يوم الأكاونت يعني فاصل يعني يينا مفصول. أي عموما دكتورة هذا السؤال وقفنا عنده على الفاصل الأول خبرينا. إنزين ليش إحنا الواحد ينام ممكن 3-4 ساعات ويحس كأنه نام 8 ساعات أو 10 ساعات ويحس إنه شبع نوم؟ أولا كمية النوم تختلف من شخص إلى آخر. صح إحنا دائما نقول الشخص البالغ مفروض ينام بين 6 إلى 8 ساعات، بس في وايد ناس ممكن ينامون 4 ساعات يقولك أنا شبعان وينش من النوم شبعان نوم ومرتاح ونشيط وكل شيء. هذا أول شيء. ثاني شيء ظروف النوم نفسها أو شيء يسمونه sleep hygiene. محمود شو يعني sleep hygiene؟ يعني طريقة النوم الصحية. ترى حتى النوم يا جماعة لا طرق صحية. أنا عبالي واحدة اسمها هايجين ترقد. طريقة النوم الصحية. يعني كيف طريقة النوم الصحية؟ يعني مثلا يقول لك مفروض أنت عشان تنام أفضل مفروض ما تشرب أي شيء فيه كافيين من بعد وقت الغداء. يعني تروح النام متى؟ من بعد الغداء مفروض ما تشرب شيء فيه كافيين. هذا أول شيء. ثاني شيء ما يكون تكون الحجرة مظلمة تماما. حتى النور الخفيف يقولك ممكن يخدع مخك إنه نهار. لحظة الحين أنتوا الدكاترة الله يهديكم أحيانا تطلبون أشياء الصراحة ما واحد ما يقدر يسويها. أنا روحي ما أسويها محمود. أنا لازم أشرب كوفي قبل ما أنام. ليش تقول حق الناس عيب؟ لا إحنا نقول لنا الطريقة الصحية. أوكي هي طريقة صحية مفروض نتبعها. وأنا روحي أعترف أنا أشرب كوفي قبل ما أنام أحس إنه يخليني ريلاكس. بس إذا الناس اللي عندهم صعوبة في النوم أفضل ما يشربون أي شيء فيه كافيين قبل النوم أقل شيء 6 ساعات عشان الكافيين يتصرف من جسمهم. بعدين لازم تكون غرفة ظلام، لازم ما يكون عندك أي جهاز. حتى يقول لك أجهزة الهاتف والتلفزيون لازم تنطفى 1/2 ساعة إلى 1 ساعة قبل ما أنت تنام عشان الإضاءة ما تكون نشطت مخك. وما يكون الجهاز تليفون يمك. ليش؟ حتى وأنت نايم تعرف الجهاز يكون دائما على الصامت. يعني أتمنى يعني وقت النوم بس حتى لما يفتح الليت ماله وأنت نايم ينبه الدماغ يستشعر الدماغ أنه في ليت. فممكن تعرف تطلع من مرحلة النوم العميق للنوم الخفيف وترد مرة ثانية على النوم العميق فتنش الصبح مش مرتاح. كاتبي لك النوم 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 أوصف لك يا حبيبي النوم. الناس كلها تعاني من قلة النوم. ليش بعض الأحيان ما نتذكر أحلامنا؟ هذه أعراض الزهايمر. لا ليست أعراض الزهايمر. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظكم نورين. شكرا يا عين أبوي بنت السعودية مشكورة. أنت على طول معصب يا حودة. حودة حلوة. يسعد صباحك. هو متحمس. هل فعلا الواحد يرقد بدون؟ لا هذا ما أقدر أقوله. زين صح كلامك أنا جربت. شكرا. طيب دكتورة في سؤال كانت واحدة تقول دكتورة عندي عصبة في ظهري ما تنفتش سويت علاج طبيعي 4 جلسات وماشي فايدة شو الحل؟ صراحة يعني عصبة أكيد عندك شديدة وايد يعني ما محتاجتي علاج طبيعي. لازم عارف شو سبب العصبة هاي يعني متى استوت كيف عندك شو الأعراض اللي عندك ومتى عندك. وايد في أسباب بس في كريمات في السوق ممتازة ترى للعصبة. ما نقدر نقول على الهواء عشان ما تسوي دعايات لشركات الأدوية بس في كريمات ممتازة. كيف نقول هالاسم الحين؟ بعدين ما بعد الهواء. انزين دكتورة ختمر عندك عيادة البرشة؟ تعالي هي تعالي عيادة البرشة تعالي قولي دكتورة ندى والله ما أعطيك كريم زين والله أنا روح أستعمله يمتين عصبة بس غير المخدة. المخدة يا جماعة عامل أساسي في إصابة أكثر من نص الشعب الإماراتي ترى بالعصبة لأن إحنا ما نغير مخداتنا. شو أسباب العصبة دكتورة؟ يعني أول شيء محمود المخدة
لأن إحنا ترى ما نغير مخداتنا فعلاً. يعني تم 3-4 سنوات نفس المخدة، تلاقي المخدة ما فيها صارت مفلطحها، بس بعدنا ننام على نفس المخدة، بالتالي ما تدعم الظهر والركبة وأنا نايمة. هذا أول توفير يا عزيزتي. توفير. إيه. أنت ما تشوفين حتى المعجون نعصرتي عصار لآخر قطرة. ويصب بعد في ماء عشان يطلع باقي المعجون. نعم. المخدة رقم واحد. تعرفون شو سبب الأساس العصبة؟ أنا اكتشفت من واد من المرضى اللي عندنا، تعرفون لما يقعدون على التليفون على الغنفة، لما ننام على الغنفة وظهر ورقبتنا شي تستوي وإحنا قاعدين على التليفون، هل الوضعية خطرة جدا 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 يا جماعة، لأن معظمنا يحب لما يفتح السناب شات أو الإنستغرام نامي على الغنفة، نكون الوضعية الرقبة على الغنفة أبدا مبصحية، تساهم في الإصابة ترى بشد عضلات الكتف والرقبة. طيب نحن نوقف استقبال أسئلتكم وما ننتقل دكتورة لموضوعنا الرئيسي اللي نتكلم عنه، لأن قبل شوي أعتقد انطلقت فعاليات أو فعالية التوعية بمرض انتباذ بطانة الرحم. هذا المرض اللي تعاني منه العديد من السيدات في المجتمع. صحيح. للحديث عن هذه الفعالية وأهدافها وشو فيها وشو ما فيها، معانا عبر الهاتف الدكتورة كندا العاني. صباحك الله بالخير دكتورة. دكتورة كندا هي استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى دبي. دكتورة كندا صباح الخير. أهلا، صباح الخيرات. هلا حبيبتي. دكتورة كندا، لو ممكن تعطينا فكرة أولا عن ما هو انتباذ بطانة الرحم، قبل ما نقول للناس عن الفعالية يفهمون شو معنى انتباذ بطانة الرحم. هذا المرض هو مرض شائع، عبارة عن بطانة الرحم اللي هي عادة موجودة داخل الرحم، وآخر كل شهر ممكن نسميها شيدينج أو نزول للبطانة كدم دورة تمطية. في حالات البطانة بالدم بصير ارتجاع للدم الحيض من الرحم إلى داخل الحوض عن طريق قنوات فالوب. فهذه الظاهرة ممكن تسبب مرض انتباذ بطانة الرحم، أو نسميها بالإنجليزي endometriosis. دكتورة يعني هذا غير عن بطانة الرحم المهاجرة ولا هو نفسه؟ هو بطانة الرحم المهاجرة. أوكي. بس التعريب حاليا المعترف عليه هو انتباذ بطانة الرحم. صحيح. أيوة. إنزين، ممكن تكلمي دكتورة كندا عن الفعالية وأهدافها؟ هي واحدة من الفعاليات اللي بنقوم فيها في مشفى دبي لتوعية الناس عن الأمراض المنتشرة بالمجتمع، واخترنا من المرض النسائي الشائع هو بطانة الرحم. بدنا نرفع الوعي عند النساء حول هذا المرض، الأعراض اللي ممكن تشعر فيها النساء واللي ممكن توجههم لمراجعة الطبيب بشكل باكر. شعارنا بهالفعالية بصراحة اللي اخترناها السنة هو شعار بالفعاليات عن الاندومتريوسيس بكل الإمارات، بأمراض بالمشافي في الإمارات، don't suffer in silence، أو لا تعاني في صمت، لأنه هذا المرض هذا بسبب دورة تمصية مؤلمة جدا. صحيح. يعني أنا ماسكين شعار don't suffer in silence حتى ننبه البنات بالذات بعد سن البلوغ اللي بيعانوا من ألم شديد أثناء الدورة الشهرية، وأحيانا تتسبب في غيابهم عن المدارس. صحيح. شو تفضل دكتورة يراجعونا أو الأهالي يتنبهوا لهذا المرض ويراجعوا العيادات حتى نقدر نقدم التشخيص المبكر ونحاول نخفف من العواقب اللي بتنتج عن التشخيص المتأخر لهذه الحالة. أنت ذكرتي دكتورة أن أعراضها تكون دورة مؤلمة جدا، شو الأعراض الأخرى وشو الأسباب؟ الأعراض الثانية اللي ممكن تكون ألم أثناء العلاقات الزوجية، تأخر بالإنجاب أو عقم، ألم بالبطن عموما ولكن تكون شديدة أكثر أثناء الدورة الشهرية. في حالات كتير نادرة اللي بيكون فيها المرض بيتوضع بأماكن تانية غير البطن، لأنه ممكن يكون بغير البطن، ممكن يكون في أماكن نادرة جدا أثناء الدورة الشهرية بيصير نزف من الأنف، نزف من المستقيم، تبول دم أثناء دورة، يعني حالات نادرة جدا، بس احنا بدنا نركز على وجوده في أماكن الشائعة اللي هي على المبيض أو بالبطن.
ممتاز. كيف ممكن نقي نفسنا من إصابة مثل هذا المرض؟ هل له وقاية؟ حتى الآن لا يوجد وقاية، لما توصل العلم لا وقاية من هذا المرض، لكن من الممكن الحد من تطوره وبالتالي تقليل من المشاكل الصحية الناتجة عنه. ممتاز. ممكن دكتورة كنا بعد نعطي بشكل سريع للمتعاملات أو للمستمعين الخدمات اللي يقدمها مستشفى دبي في هالمجال، في مجال أمراض النساء والولادة، وخاصة انتباط بطانة الرحم. مستشفى دبي بتقدم بقسم النسائية العديد من الخدمات المتضمنة التشخيص المبكر الذي يتضمن تاريخ مرضي مفصل عن المريضة، بتضمن الأعراض، الفحص السريري، تقديم التصوير بالأمواج فوق الصوتية مثل الأوترا ساوند، بعض الحالات بنحتاج نعمل رنين مغناطيسي، والتشخيص المؤكد بيكون عن طريق إجراء تنظير بطن لتأكيده. وبهالفعالية نحن عم نعرض جهاز التنظير حتى المرضى يتعرفوا ماهية تنظير البطن، كيف ممكن نشخص المرض، وكيف طريقة التنظير، حتى المرضى يكون عندهم فكرة كاملة عن الستبس يلي أو الخطوات عفواً يلي منتخذها لإجراء التشخيص. طيب دكتورة، بس ناخذ جولة سريعة على أبرز أسئلة المتابعين على حسابنا DHA_Dubai طالعين لايف على إنستغرام، يقول شو المسببات وهل احتمال يكون ساكن ويتم اكتشافه بعد سنين؟ طبعا ممكن كثير المرض يتظاهر مثل ما قلنا بسن البلوغ، وبشان هيك احنا بدنا نشدد على البنات اللي بسن البلوغ وبدورات مؤلمه يراجعونا بكير، لانه ممكن نحن ما نكتشفه الا بعد سنوات عندما تتزوج البنت وتعاني من اعراض الالم او اعراض اكياس مبيض او اعراض عدم القدره على الانجاب. فطبعا نحن عشان هيك لازم المرضى كلهم يتعرفوا على أعراض هي، ومثل ما قلنا التشخيص المبكر، العلاج المبكر هو بقي من العواقب. طيب، في يعني أحد المتابعات لخصت النقاط، هي عبارة عن خلايا طبيعية في مكان غير طبيعي. تماما، هي خلايا من الرحم، من بطانة الرحم، طلعت من قنوات فالوب إلى الحوض وانتشرت في أماكن تانية. طيب، وهي طبعا هاي الخلايا تتعرض دوريا للهرمونات الجسم وبتكبر بشكل بطيء عادة، وبتسبب أكياس على المبيض، بتسبب انزراعات لهالخلايا ضمن الحوض. دكتورة أنت ممكن يعني تكملين معانا بعد الفاصل ولا مشغولة؟ ممكن طبعا ممكن. زين، وبنتعرف بعد الفاصل بعد كذلك على تدشين أول عيادة تطبيب عن بعد في مستشفى راشد بعد، فبتتعرفين معانا على هذه العيادة كذلك دكتورة. فاصل إن شاء الله وراجعين، فابقوا معنا. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تخدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كانت معنا الدكتورة كندا العاني استشاري أمراض النساء والولادة في مستشفى دبي، كان نتحدث عن الحملة اللي بسوينا اللي هي انتباذ بطانة الرحم. دكتورة بعدك معنا صح؟ معك. انزين، الحين الدكتورة أنا بعرفك على موضوع آخر مهم، فبنتقل إلى مستشفى راشد، موجود معنا عبر الهاتف كذلك الدكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد. دكتور صبحك الله بالخير أول شيء. صبحك الله بالنور يا أخ محمود، كيف حالك؟ الله يسلمك طول عمرك. البارحة دشنت هيئة الصحة في دبي يعني عيادة التطبيب عن بعد اللي هي تيلي ميديسن في عيادة الأمراض الصدرية بمستشفى راشد، هذا الموضوع ضمن استراتيجية الهيئة في استخدام التكنولوجيا والحلول التقنية في مجال الصحة والطب بشكل عام. نحن نتكلم عن هذا الموضوع دكتور، كلمنا عن هذه العيادة، آلية عملها، وشو الأشياء اللي يعني استحدثتوها في عيادة الأمراض الصدرية في مستشفى راشد. طيب، يعني بشكل عام هيئة الصحة استراتيجيتها لسنة 2020 فيها 15 مبادرة نوعية،
المبادرة الأولى اللي أنا ماسكنها اللي يسمونها طرق صحية مبتكرة. المبادرة هذه تعني بتوصيل خدمة صحية بطريقة مبتكرة مع عدم المساس بجودة الخدمة الصحية، ولكن تقدم بطريقة تقنية محدثة يتم فيها اختصار الوقت، يتم فيها الحفاظ على كواليتي عالي، وفي نفس الوقت بتأتي ثمارها اقتصادية لأنها بتخفف الموارد البشرية وبتخفف الموارد المالية أيضا. فكان أمس أول تجربة لعيادة، كان المرضى يونا محمود من عيادة حتى أو من مستشفى حتى، وسبحان الله صدف أنه كان يوم الثلاثة اليوم المطر وغيره وكذا وهذا، فكان المريض يتحمل عناء أنه يجينا على الشفوف الاستشاري. الطريق يأخذ حدود ساعة ونص، يدخل المستشفى تسجيل، تعرف المستشفيات عندنا بسيستم معين، يطلع يتأخر يأخذ الدواء كذا. فتم استخدام تقنية اللي هو الروبودوك اللي هي موجودة عندنا صار لها سنتين تقريبا. باستخدام الروبودوك اللي موجود منه شاشة موجودة عندي في الكمبيوتر، بالروبودوك موجود عند المريض في عيادة حتى، والمريض الموجود عندي أقصد والعيادة الموجودة عندي. مريض راح شافوه النيرسز يعني تروح تشوفه كذا، يفتحوا له الفايل ويكلمني. ناقشنا معاه الحالة كاملة، فحصناه وعطيناه خطة العلاج. نسبة الرضاء كانت عالية، أنا حسيت أني شفت المريض بشكل كافي، سألت الأسئلة اللي أنا أباها، خليته يسوي كيف يستخدم البخاخ وغيره وكذا قدامي. الآن هذه خطوة نحو رحلة طويلة نحو المستقبل. المستقبل بيحمل فيه طياتة أشياء كثيرة جدا. هيئة الصحة في عندها نظرة مستقبلية متفائلة. نحن عايشين أستاذ محمود مع قيادة طموحة، قيادة تحب تروح المريخ، تروح المستقبل. ما يمكن أن نقف مكتوفين الأيدي في هيئة الصحة من دون ما نتواكب مع التطورات الصحية اللي قاعدة تصير. فاليوم بدينا في عيادة الأمراض الصدرية، بكرة بننتقل إلى أمراض أخرى، أمراض القلب، أمراض السكر، عيادة السمنة وهي عيادة متميزة عندنا هنا، بننتقل إلى مستشفيات دبي وغيرها، بننتقل أيضا إلى عيادات خارجية أخرى. مثلا بعض العيادات الخارجية تقول لك أن زحمة في عيادة مثلا نقول الجلدية، العيون أو غيرها يعني من هالقبيل هذا. فهاي التقنية بتوفر لك الأشياء. بننتقل بعدها إلى مرحلة الاستشعار عن بعد، اللي هو المريض يقعد داخل بيته ونحن نأخذ المعلومات الخاصة فيما يخص بضغطه، مستوى السكر عنده، مستوى المرض عنده وكذا. بننتقل بعدين إن شاء الله بإذن الله إلى مرحلة البيت الذكي، اللي البيت من دون ما تعرف أنت عن طريق شيء يسمونه إنترنت الأشياء يخبرنا عن كيف المريض قاعد يصير عنده، كيف مستوى تلوث الجو، شو صاير عندك. فنحن الآن مقبلين على خطوات كثيرة جدا في المستقبل، بيحمل فيه طياته أشياء كثيرة إن شاء الله بإذن الله كلها فيها خير وسعادة للمواطنين إن شاء الله يا رب. دكتور باشر عندك مؤتمر؟ ما أدري في تعليق يقول صباح الخير دكتور بسام، إن شاء الله نشوفك في المؤتمر باكر. في مؤتمر بكرة للأمراض الصدرية، في مؤتمر خليجي سابق كان الأسبوع اللي فات. نعم كل التوفيق لك دكتور، وإن شاء الله يا رب يعني تكون هذه التجربة مثل ما أنت، المهم فيها أن المريض كان مرتاح وحتى الدكتور كذلك مرتاح من التشخيص، فهذا أهم 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 شغلة في هذه التقنية. أتمنى لكم التوفيق يا دكتور، شكرا لك. الله يسلم، شكرا لك. شكرا. كان معانا الدكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد، حدثنا عن تدشين أول عيادة تطبيب عن بعد في مستشفى راشد خاصة بالأمراض الصدرية. شو رأيك في هذه التقنية؟ والله تقنية لو تطبقت على مستوى كبير محمود، يعني المريض أتوقع بيحصل على أفضل رعاية صحية، لأن كثير من المرضى سبب أن تتفاقم عندهم بعض الأمراض أنهم يتعنون يجون العيادة. أنا أبغى أسأل كذلك الدكتورة كندك. دكتورة معك أهلا وسهلا دكتورة، شو رأيك في هذه التقنية أول شيء قبل أرجع على الموضوع؟ ما شاء الله ممكن تصلح حق انتباه بطانة الرحم؟
طبعا ممكن يكون ممكن بهاي التقنية نقدر نوعي المرضى، نقدر نسمع منهم مشاكلهم صحيح. ونوجههم تقنية رائعة جدا، وإن شاء الله راح نكون من المشافي اللي تتبنى مثل هذه التقنية بالمستقبل إن شاء الله يا رب. دكتورة نرجع حق أسئلة المتابعين. كان في سؤال طاف إن أعراض كان تعني عن أعراض صح؟ لا، واحدة تقول أنا صار 19 سنة بس بنت وحدة، تحدد لي السبب. ما فهمت السؤال. إن عندها فقط بنت وحدة يمكن ما عندها غيرها. يمكن ما أدري، كيف أعرف إن عندي أعراض هالمرض؟ نحن ممكن نشخص إذا صارت فترة طويلة مثل ما حكينا بقصة سريرية تانية، إيش الأعراض التانية اللي عم تشكي منها المريضة؟ إذا فقط القدرة على الإنجاب، كمان تشخيص بتنظير البطن واحد من الإجراءات اللي المفروض تكون عملتها لحد هلا. ممكن إذا معها أعراض تانية زي ما حكينا ألام أثناء الدورة، ألام أثناء العلاقة الزوجية. ممكن كتير توجهنا لمرض الانتباس بطانة الرحم أكثر من أي شيء تاني. فأنا بنصح المريضة أنه تتوجه لعيادة نسائية حتى يساعدوها بتشخيص وتقديم العلاج. محمود والدكتورة ندى ممكن تعملون حلقة مع أحد الدكاترة ذكرت مستشفى عن فحص الجينات قبل عملية الحقن المجهري، وهذا الفحص مو موجود بمعظم دول العالم اللي تعالج العقم. طيب نحن منيب شخص من الإخصاب، نرجو من القائمين على البرنامج التربية الطلبات والمشاهدين حاضرين والله صباح الخير. هذا كان يتكلمون طيب في وحدة كانت تحط لنا معلومات كثيرة عن المرض، فشخص كتب لها هل أنت طبيبة، معلومات طبية مفيدة وشرحك واضح. طيب دكتورة شكرا. الخدمات اللي يقدمها مستشفى دبي في هذا المجال خبرينا عنها. نحن عنا قسم تنظير اللي بيقدم التشخيص المؤكد بدنا نقول الوحيد لهذا المرض. طبعا في أعراض بنتوجه لها سريريا نقدر نأكد شوية أكثر بإجراء الأمواج فوق الصوتية، بإجراء الرنين المغناطيسي، بس التشخيص بيبقى بالتنظير. بالنسبة للتنظير بيقدم لنا تشخيص وعلاج، يعني نحن بهالحالات اللي منلاقي فيها المرض بنقدر نقدم العلاج. إذا كان في كيسة على المبيض بنقدر نستأصل الكيسة، في التصاقات بسببها المرض ممكن نعمل فك التصاقات أثناء التنظير، ممكن إذا كان في توضع لهالأم الأنسجة داخل البطن نجري كي جراحي أثناء التنظير لهذه التوضعات. دكتور كندا، هل العامل الوراثي له دور في انتباه بطانة الرحم؟ طبعا في نظريات كثيرة بالنسبة للأسباب لهذا المرض. طبعا طريق الارتجاع الطمس عن طريق قناة فالوب قد يحدث لأي سيدة حائض، لكن يعتقد أن السيدات اللواتي بيعانوا من هذا المرض عندهم نظام مناعي غير منتظم ما بيسمح بالتخلص من هذه البطانة الهاجرة، فبيسبب نمو البطانة خارج الرحم في غير مكانها الطبيعي. طيب مش توضع بقى بأماكن عدة خارج الرحم، بالمبيض، خارج خلف الرحم، بأماكن تانية كمان. طيب في تعليق يقول مشكلة هذا المرض مو بالسهولة حد يكتشفه إلا بالرنين المغناطيسي وعند دكاترة شطار، أنا رحت عند 10 أطباء وكانوا يقولون ما في شيء مشكلة. صحيح صحيح دكتورة كندا. تمام، الرنين مثل ما قلت إنه هو مرحلة ممكن يشخص بعض الحالات، بس التشخيص المؤكد المفروض هو بالتنظير. تنظير البطن طبعا هي عملية جراحية تخدير عام بس تشخيص مؤكد. وعلاجها جراحي ولا بالأدوية ممكن تعالج المرأة؟ في حالات طبعا نحن جراحة مو هي العلاج الكامل، ممكن احنا نتممها بعلاج دوائي بعلاج هرموني تاخده المرأة بشكل دوري وبتتخلص من الأعراض اللي هي غالبا الآلام الطمس وآلام البطن. هل احتمال المرض يرجع بعد العلاج منه دكتورة؟ بصراحة في ممكن يرجع المرض،
بس نحن بعد العلاج منتابع المريضة بشكل دوري، وإذا رجع منعالجه إما دوائيا أو جراحيا. إذا امرأة اكتشفت أنه عندها بطانة الرحم المهاجرة وهي غير متزوجة، فهل يفضل تدخل مبكرا قبل الزواج أو بعد الزواج لما تشوفون هل رح يأثر عندها على الخصوبة أو على الحمل؟ لا، إذا اكتشفنا وبالتنظير أكدنا التشخيص يفضل العلاج باكرا ما أمكن حتى يقلل من نسبة العواقب اللي هي عدم القدرة على إنجاب بعد الزواج. عشان هيك نحن رسالتنا للبنات الصغار بالعمر إنه نكتشف المرض ونعالجه قبل ما يتطور عندهم. ممتاز. في أحمد كاتب أفضل دكتورة هي كانت دكتورة حرمتي. أخي من وين أنتم؟ نحن من دبي. طال عمرك. في إذاعة نور دبي، هل البطانة المهاجرة تزيد مع تقدم المرأة بالعمر؟ لا، بصراحة هي بتصيب البنات ما بين عمر 14 خلينا نقول للواحد 41، يعني بسن النشاط التناسلي. فهي أكثر عند الأصغر عمرا، وفي نسبة ما بين 30-40 كمان بتعلى، بس بعدين بوقت الهرمونات بتوقف عند السيد فهذا المرض بيتلاشى مع زيادة العمر. دكتور، كنا طبعا الحين كثير من البنات يجون العيادة يعانون من الطمث المؤلم، ممكن يكون كل شهر، ممكن يكون معظم الدورات، فهل كل مريضة عندها طمث مؤلم نحولها للقيام بالتنظير؟ لا، مو لهذه الدرجة، بس اللي عم نقول انه لما بيكون الطمس مؤلم لدرجة انه تتغيب البنت عن المدرسة او تتأثر فعاليتها، يعني بده يكون مؤلم لدرجة غير عادية، هون وقتها لازم نشك بالموضوع ولازم نراجع العيادات. والمسج تبعنا او رسالتنا مثل ما بيقولوا انه هدول البنات يلي تتأثر حياتهم أثناء الدورة، مو كلياتهم ممكن يكونوا عندهم هذا المرض، يعني في منهم حنقول خلينا نقول 70% منهم سببه فيزيولوجي وبيكون ما عندهم أي شيء تاني. صحيح. في نسبة 30% منهم حيكون عندهم المرض هذا. ممتاز. عشان هيك بس مثل ما عم قلك الأعراض حتكون كتير مؤلمة وتأثر على حياة البنت، حتى نقول انه وقتها لا ما لازم تاخذها بشكل طبيعي، ومنحب انه الامهات تراجع العيادات وتجيب لناهن مجرد الاطمئنان بيكون افضل. صحيح. طيب دكتوره، في سؤال يقول هل البطانه المهاجره تتسبب بالاجهاض؟ نادر جدا. هي عدم القدره على الانجاب هو السبب الشائع لهذا المرض. طيب واضح الصوت زين، ما عرفنا يوم حطينا الواير قالوا مو واضح، يوم هذا شلينا قالوا كان واضح. عموما طبيبة نعم عمل هي، هذا موضوع آخر. في بعض الأطباء يعطون إبر إيقاف الدورة، فهل ينفع لعدم رجوع المرض بعد الشفاء منه؟ أيوة طبعا، هو هذا العلاج لوقت منوقف الدورة الطمسية. طبعا نحن أثرنا على الانزراعات اللي هي خارج الرحم، فهذا واحد من الأساليب المتبعة بالعلاج، بس مو هو الوحيد، بس واحد من الأساليب تماما. أحيانا بنعطيه مكمل للعلاج الجراحي. دكتورة كندا، هل بطانة الرحم المهاجرة مرتبطة بأمراض نسائية أخرى؟ يعني مثلا يكون المرأة يكون عندها مثل ألياف مع بطانة الرحم المهاجرة، ولا هي بالعادة تكون مرض لحالة؟ لا، مرتبطة بأمراض تانية اللي هي وجود البطانة داخل العضلة الرحمية، هي يختلف عن الليف. بس في بعض الأحيان بتكون هذه البطانة موجودة ضمن الرحم بالذات، ضمن العضلة الرحمية، فبتسبب بما يشبه الألياف، بتتشخص بالأمواج فوق الصوتية، بتتشخص بالرنين المغناطيسي، وبتسبب آلام أثناء الدورة. طيب قبل أسبوع طرش مسج عن حالة الوالدة، ما حد تواصل وياي، طرش على الخاص، الله يخليك الحينة طرش على الخاص ومناخذ الموضوع، يعني منشوف ما نراجعهم فيه. هل الرياضة تساعد في تقليل حدوث هذا المرض دكتورة؟ لا، ما العلاقة؟ الرياضة بتفيد بأمراض تانية بس هذا المرض لا. الوجود الألياف في الرحم يزيد نسبة الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة؟
لا كمان ما لهم علاقة بالبعض. الأكل دكتورة؟ نظريات بسيطة طرحت في هذا الموضوع بس غير مؤكدة وما لا يعني ما لا إثبات صحيح. ما إثبات ممتاز. لا عبد الله طرش لي هنا على الانستغرام على الخاص كرسالة خاصة وإن شاء الله بناخذ الموضوع. طيب كم نسبة الإصابة بالمرض في الدولة دكتورة؟ في سؤال يقول تقريبا من 40% من النساء أو ربع، خلينا نقول بشكل أوضح، لأنه هن عادة النسبة أوسع لما بتكون المرضى عم تراجعنا بسبب عقم أو عدم القدرة على الإنجاب. بتكون النسبة أعلى، 40% منهم عندهم هذه المرض. أما بشكل عام إذا النساء بشكل عام نقدر نقول ربع النساء مصابين بمرض النسبة مرتفعة يعني نسبة ما لا قليلة. طبعا ربع النساء طبعا. يعني ما بين كل 4 نساء واحدة مصابة بالمرض. أيوة ما بين عمر 14 إلى 40. نسبة كبيرة دكتورة والله. نسبة غير قليلة، مشان هيك نحن بدنا نزيد التوعية بهذا المرض حتى نقدر نكتشفه ونعالجه على بكير. طيب دكتورة كلمة أخيرة تبغين توجهينها بما أننا نحن قربنا على النهاية. أيوة كلمة أخيرة دكتورة كندا للمستمعين. نحن بس حابين أنه نقدم العلاج لكل هؤلاء المرضى. فطبعا إذا ما تقدموا هن لنا لتشخيص مبكر ما حنقدر نساعدهم. جميل. نحن مستعدين لأي شو الإجراءات دكتورة عشان يقدمون على الفحص هذا؟ يراجعوا الطبيب العيادات الخاصة في منطقتهم والعيادات الخاصة هذول هم بيحولونهم طبيب العائلة يحولهم على النسائية. يعني اللي فوق لأنه البنات إذا ما وعيناهم لهذا المرض بجوز ما يفهموا عنه، فالمفروض الأمهات هي اللي تحولهم. يعني اللي فوق 40 ما يهم المرض تكون سليمة. نادر جدا فوق نادر 40. جدا بس ممكن يصير جداً. أعتقد المرض ينشأ في المراحل التكوينية الجينية الأولى في عمر الجنين، لا يمكن منع الإصابة بها. هذا تعليق. لا بصراحة لا. قصيت علي انت الدكتوره عيال اللي بعثت لنا الموضوع تعطينا معلومات غلط. قولي دكتوره دكتوره كندا تفضلي قولي علقي. ايوه ايه؟ لا يمكن الوقايه من هذا المرض، ممكن يكون السبب في مناعي. نفس الكلام هي تقول هذا الكلام، لا يمكن منع الاصابه بها. لا يمكن المنع ابدا. ايه يعني كلامها سليم. لا يمكن طبعا. طبعا عشان هيك نحن بدنا نركز على التشخيص المبكر والعلاج، لانه ما له مرض زي مرض ثاني ممكن نمنعه. طيب دكتوره كندا العاني استشاري امراض النساء والولاده بمستشفى دبين، احنا شاكرين لك يعني احنا طولنا معك وخذنا وقتك بشكل كبير، ولكن يعني هي جزء من الحمله اللي انت تقومون فيها ان نحن نوعي الناس حتى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل الاعلام، شو ما كانت هذه الوسائل. فكل التوفيق، اللي حاب يطلع على فعاليات هذه الحمله ممكن يتوجه الى مستشفى دبي، هناك فعالية التوعية بمرض انتباه بطانة الرحم اللي تعاني منها العديد من سيدات. صح؟ أهل أيوة موجودين بالخدمة إن شاء الله. شكراً. ما أثرت والله. شكراً لك دكتورة كندا ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. مع السلامة. مع السلامة. إذن مستمعين وصلنا لختام حلقتنا اليوم دكتورة. هلا وصلنا بسرعة مرة اليوم مرة الحلقة اليوم. زين عموما اتمنى لك إجازة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا. شو بتسوين؟ والله بنسير بنطلع مسير. لا تحلفين مصدقنا. زين قولي. بنطلع مسير نستمتع الجو حلو. يلا بالتوفيق إن شاء الله. نحن سايرين المباراة. وبيصير مباراة محمود. دعواتكم للأبيض الإماراتي. نتريا الأخبار محمود. يا رب فايزين إن شاء الله. فايزين. عموما نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وكانت معنا الدكتورة ندى الملا، وفي الإخراج عيسى سبيل. ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.